وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا كريم يا رحيم، من نج غيرك يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أهلا بكم مشاهدينا، وشفنا مع بعض فقرتنا اليومية صحة وعافية اللي بنقدم لكم فيها كل يوم وصفة صحية جديدة للتخلص من السموم في الجسم. عايزين نستغل شهر رمضان نظبط عاداتنا الغذائية ونفضل كده إن شاء الله لبعد رمضان، علشان طبعا التغذية الصح هي أساس الصحة. عايزين كمان في شهر رمضان نعمل حسابنا إن أكلنا يكون فيه كده لله نية، ناخد نية لله إن إحنا كمان نعمل إطعام الطعام وننزل نوزع من أكلنا على الناس المحتاجة، ونخلي دايما حد يفطر من نفس الأكل اللي احنا هنفطر منه، ربنا يجعله دايما في ميزان حسناتنا جميعا. دلوقتي جه معادنا مشاهدينا مع فقرتنا اليومية التانية فورمة رمضان. عايزين نبقى في رمضان كلنا صحة ونشاط، تعالوا نشوف مع بعض النصايح النهاردة من المتخصصين، وبعدها نبدأ فقرتنا اليومية مع الله مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية. هنستنى طبعا أسئلتكم وتليفوناتكم في أي موضوع للشيخ. وتعالوا مشاهدينا نشوف دلوقتي مع بعض فقرتنا وفورمة رمضان مع سيف عيسى. اهلا بيكم مشاهدينا من يوم جديد مع فقرتنا فورمة رمضان. معانا النهارده كابتن كريم حسني. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. كنا عايزين يا كابتن نتكلم النهارده عن النوم وراحه الجسم في رمضان، لان احنا طبعا طبيعه رمضان يومنا بنتقلب عشان بنكون مستنيين الفجر عشان السحور، والناس بتيجي برده من الشغل تعبانين قبل المغرب، يلحقوا برده بيكونوا مش واكلين مش شاربين، طبعا الصيام والتعب بيضطروا يناموا برده في نص اليوم، فيومنا النوم فيه بيتقلب خالص. فهل ده ليه تاثير على التمرين او على الجسم، ولا دي حاجه ممكن تعدي شهر رمضان من غير ما تضرنا؟ النوم حاجه طبعا من الحاجات اللي محدش بيركز فيها، دي حاجه تمام. حاجه عامل مهم جدا من العوامل المؤثره المهمه جدا في مع التمرين ومع غير التمرين كمان، يعني علشان تقدر تعمل شغلك وتؤدي عملك في رمضان وفي غير رمضان صح، لازم تكون بتنام كويس، لازم تكون بتنام صح، او بتنام في اوقات صح ومواعيد كمان وكميات نوم صح تمام. مع التمرين طبعا النوم بيبقى حاجه مهمه جدا، لان بيبقى عامل رئيسي تقريبا من ثلاث عوامل رئيسيه اللي هم الاكل والتمرين والنوم، يعني تمام. دول الثلاثه لو اجتمعوا مع بعض وعملتهم بصوره صح انا هوصل للجسم الامثل او المثالي زي ما بيقول. في رمضان طبعا الدنيا بتتلخبط. ازاي بقى الدنيا بتتلخبط؟ انا بصحى بدري، لو انا شغلي الصبح بنام متاخر بعد الفجر عشان انا بستنى اذان الفجر، ما بنامش الظهر، ما بنامش بعد الظهر، بنام بعد المغرب، بنام بعد الاكل، الدنيا بتبقى متلخبطه جامد جدا. دي مشكله كبيره جدا، فانا لازم انظم النوم بتاعي في رمضان. لازم على الاقل لو انا بتمرن انام من 6 ل 8 ساعات، دي اول حاجه لازم. عندنا الناس بقى بيعوضوها، يعني احنا زي ما انت بتشوف اكيد كله بيخلص زي ما قلت بعد الفجر ويتسحر ويقعد شويه، فمش بينام قليل، ده هو ممكن يدوب ساعه ساعتين قبل الشغل، وكله بيرجع يعوض نومه في الفتره اللي هي ما بين قبل المغرب وبعدين يقوموا يفطروا. وطبعا النوم بعد الفطار ده حاجه اساسيه عندنا في مصر، يعني في حاجه عندنا كده ايه في المجتمع اساسيه، هتفطر وتنام شويه لان انت رايح بعد ده يتغير ازاي بقى؟ انا يعني همشي الموضوع واحده واحده، يعني مثلا لو انت بتتمرن، انت بتتمرن ولا بتتمرنش؟ يعني انت بتتكلم عن حد بيتمرن ولا بتتمرنش؟ نتكلم الاول بصفه عامه عن الناس اللي ما بتتمرنش. ممكن تمشي ان هو ينام قبل الفجر شويه ويصحى يصلي الفجر وينام تاني، ممكن تمام. دي ممكن تمشي. لو واحد بيتمرن لا غنى عن كده، لا غنى ان هو ينام، لازم ينام في الوقت بتاع بالليل، لازم، لان الساعات بتاعت الليل
دي اهم ساعات ان هو بيتفرز فيها هرمون النمو او الجروث هرمون في الوقت ده. دي اكتر ساعات بيتفرز فيها الهرمون ده. طب زي ما اتكلمنا كابتن كريم على الحاجات الاساسيه اللي هو النوم بالذات وبرده تقسيم الاكل والكلام ده، في حاجه مهمه جدا جسمنا بيفقدها في رمضان اللي هي الميه، وطبعا الميه في العادي من اهم الحاجات اللي بتعيشنا كرياضيين او مش رياضيين برده. ففي رمضان الجو حر واليوم طويل وقت الصيام فبنفقد ميه كتير، ازاي نرجع نعوض الميه دي؟ لان في ناس بتعمل حاجتين مختلفين بيبقوا بعاد عن بعض، يا اما تلاقي الناس من اول المغرب لحد الفجر عمالين يشربوا ميه وما بيبطلوش، يا اما ينسوا يعني تلاقيه على المغرب قاعد يشرب وخلاص وبعد كده قبل الفجر يا دوب وفي النص مفيش ميه. فازاي بقى الموازنه بتاعت موضوع تعويض الميه للجسم ده؟ اوكي، انا ممكن اعتبر العاده اللي هو بتاعت الناس اللي بتشرب من المغرب لغايه الفجر على طول عمال على بطال دي، انا ممكن اعتبر ده صح بس ممكن يبقى بطريقه عشوائيه. يعني انا هعتبره صح بس ممكن ده يبقى بطريقه عشوائيه. احنا ممكن ننظمها شويه بطريقه سهله جدا وبسيطه. هجيب وزن جسمي واقسمه على 10 ويطلع لي عدد كوبايات الميه. يعني ازاي؟ بكل بساطه وزن جسمي انا 90 كيلو، هقسم ال 90 كيلو دول على 10 هيطلع لي ان انا اشرب المفروض 9 كوبايات ميه، كل كوبايه تعادل ربع لتر. ده لو انا ما بنزلش مجهود، ما بعملش رياضه، او لو الجو مناسب، الجو مش حر، لو انا ما عنديش حاله مرضيه. لو انا بعمل نشاط رياضي هزود على ده من لتر ونص او لتر لاتنين لتر. لو الجو طبعا في ظل الظروف الجو الحر جدا ده هزود على ده لتر للتر ونص. لو انا عندي حاله مرضيه هزود برضو من لتر للتر ونص. لو بالنسبه للسيدات لو هم حوامل او بيرضعوا برضو هيزودوا على الحسبه دي من لتر للتر ونص. طب السؤال بقى، هل الميه اللي في الجسم واللي احنا بنفقده في الميه ده على طول بيكون في صوره الميه اللي احنا بنشربها؟ لان احنا طبعا زي احنا عارفين في ناس ممكن ما بيشربش ميه كتير، كل ربع يوم بيشرب مشروبات غازيه او عصاير. طبعا عصاير رمضان عندنا الكركديه والخروب وقمر الدين الحاجات بتاعتنا دي طبعا. فممكن واحد تلاقيه ايه يعني، انا عن نفسي بعمل كده، الشفشق على طول ده بتاخد الشفشق كده او المغرب جدا وبتشرب الشفشق على طول. احنا العصاير حاجه بتعوض الميه تمام. بس لا غنى ان انا اشرب ميه يعني تمام. انا هشرب عصير ما فيش مشكله، ودي حاجه مهمه كمان وحاجه مفيده، بس العصاير برضو الطبيعيه تمام. يعني انا مش هشرب المشروبات الغازيه واشرب المشروبات اللي فيها سكر، لا انا هاخد السكر بتاعي من سكر الفاكهه تمام. يعني اشرب دايما عصاير الفاكهه الفريش، الفاكهه الطبيعيه. اشرب ميه قبل الاكل مثلا بربع ساعه، هشرب ميه بعد الاكل بساعتين. خلاص احنا بصفه عامه الميه بقى نعوضها في جسمنا ان احنا كميات الميه تبقى قبل الاكل او بعد الاكل بشويه مش في وسط الاكل، ونحاول العصير يكون فريش او طبيعي ونكون من غير سكر. وطبعا المشروبات الغازيه نبعد عنها. مشروبات رمضان دي نحاول حتى لو ما فيش مش هقدر استغنى عنها، احاول حتى اقلل منها سكر. يعني ممكن اكثر صيام مثلا اشرب تمر ولا الخروب الحاجات المشاريب دي كوبايه صغيره عادي. او ما فيش بلاش بقى اللي هو اشربه كله واشرب الكميات دي. او ما فيش مانع برضو في حاجه ثانيه، ممكن ما استخدمش السكر في ان انا احلي العصاير دي، ممكن استخدم العسل. دي حاجه برضو سهله جدا وبسيطه. حلو، ده بديل يعني. ممكن بديل نعمل السكر. ممكن نعمل المشاريب دي في البيت ونستبدل السكر بالعسل في المشاريب الرمضانيه. حلو جدا كمان بالمناسبه يعني. تمام ماشي، شكرا جدا كابتن كريم. شكرا جدا ليك يا كابتن. شكرا ليكم، استنونا في فقره جديده من فورمه رمضان.